مشاهدينا موعدنا مكفي معكم، بقول صباح الخير لكل الأشخاص اللي انضموا لنا عبر شاشة مريم تي في. تعد البطارية نتاج لقاح مجموعة من المقاييس والاختبارات بحقول علم النفس التربوي، إذ تتكون من مجموعة اختبارات ديناميكية، وبناء على المعلومات المتوافرة بواقع التربية الخاصة لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتوصيات العديد من العلماء بحقل علم النفس التربوي. مشان هيك مشاهدينا بسرنا أكيد وبكل فرح استضيف بالاستوديو الدكتورة هدى حسيني البيبي، مؤسسة الجمعية اللبنانية للتأهيل والتنمية، لتحكينا أكثر عن بطارية الاختبارات النمائية أكيد، وتخبرنا أكثر عن هالمشروع المميز من نوعه. صباح الخير دكتورة، وأهلا وسهلا أهلا، فيكي، صباح النور ريتا. نورتي استوديو دايما وبتجي شكرا على عبيتك. استضافتك. شكرا. أهلا وسهلا فيكي دكتورة هدى. في يعني هيدا المشروع الجديد اللي حضرتك دايما بتشتغلي دايما على مواضيع تربوية كتير حلوة، ولكن بدي أسألك مين هن الفئات المستفيدة من بطارية الاختبارات النمائية؟ التلاميذ اللي هن تقريبا بيجوا لعنا عندهم مشاكل نعم بين عمر 4 سنين و14 سنة، بيستفيدوا منه خاصة لما يكون عندهم مشاكل مدرسية. نعم ممكن هدول الأولاد يكونوا عم بيعانوا، ما عم بيفهموا منيح، عندهم مشكلة بالذاكرة، أو يمكن عندهم تفوق نعم بالذكاء بشكل إنه هن سابقين عمرهم، نعم بيفهموا أوامر المعلمة وبدهم برنامج. يعني نحن هدول الفئات اللي نحن بنعرف انه في اكترية الولاد او اكترية الافراد بالعالم هن بافريج او على المعدل، في جروب منهم اقل من المعدل وفي جروب اعلى من المعدل. هدول التو جروبس، هدول او مجموعتين، هدول اللي نحن بحاجة لهم بالاختبار. يعني ممكن هذا الاختبار يستفيد من يعطيهم اللي هن لازم نعرف عنهم تمام، شو هن ميولهم، شو هن حاجاتهم، شو نقاط ضعفهم، شو نقاط قوتهم، حتى نحط لهم برنامج معين يقدروا يمشي حالهم بالمدرسة ويكون سلوكياتهم مقبولة. مقبولة وتحسنت أكيد. أكيد. دكتورة هدى، أنا بدي أسألك قبل ما أوصل للسؤال التالي، كيف أجت هيك البطارية، يعني هيدا التيتر إذا بدي المصطلح والمصطلح بطارية الاختبارات النمائية، كيف هيك تكونت الفكرة لحتى طلع هيدا المصطلح معكم؟ هلا هو موجود بعلم النفس التربوي، موجود بعلم عالم القياس والتقويم. المصطلح اللي هو باتري بالانجليزي او هيدا المصطلح معناته انه مجموعه من الاختبارات بينحطوا بقلب هيدا المكان بهيدي الباتري. اختبارات، كل اختبار مختلف عن نوعه عن الاخر، اهدافه مختلفه، الستراكشر تبعه مختلف واهدافه مختلفه. يعني حطيناهم كلهم سوا بهدف واحد اللي هو نقدر نعرف كيف هالولد نمي بالمجالات اللي بنحكي فيها، اللي هي النمو الذهني، النمو النفسي، النمو الاجتماعي، النمو الجسدي كمان، والتطورات اللي هي بتصير الحواس خاصة، والنمو المدرسي انه هو كيف ديفلوبمنت تبعه صار. نعم. هذا الاختبار بركز على هدول المجالات النمو او المحاور. نعم دكتورة هدى، في كتير أشخاص يمكن أو مشاهدين هلا عم بيشوفونا عبر شاشة مريم تي في، ممكن يسألوا هل أولادنا بحاجة لبطارية الاختبارات النمائية؟ كيف بنعرف إنه هول الأشخاص أو هالولاد لازم لها هيدا هالبطارية؟ هلا المشكلة هي لما يكون بالمدرسة عم بيعاني من المدرسة. نعم. ممكن يكون الولد كتير ذكي بس عم بيعاني بالمدرسة لأنه ما حابب، يعني عنده نوع من السلوكيات اللي مش مقبولة. نعم. وسببه هو بده برنامج مختلف. نعم. البرنامج الموجود ما عم بيلبي طموحاته وحاجاته. ذيرفور نحن بهذا الاختبار ببين إذا كان هو عمره العقلي اعلى من عمره الزمني، ساعتها بده ينحط له برنامج، بنقول له نحن انريتشمنت بروجرام او برنامج اثرائي، وممكن يكون تسريعي. واذا كان اقل من أقل مستوى عمره الزمني، ذكائه يعني البرفورمنس تبعه او تحصيله المدرسي،
ساعتها نحن بدنا نعطيه برنامج بنقول له نحن سبورت بروجرام نعم او برنامج دعم او مساعده لهالولد يقدر يكفي ويرجع، لانه اسم تأهيل شو معنى التأهيل؟ تحضير ليرجع الولد لمدرسته ولصفه العادي. نعم هيك عادة دكتورة هدى بيكون بالمدرسة، نحن دايما بنعرف انه في اسيستان سوسيال بتبقى بالمدرسة، او في مدارس بيبقى عندهم بسيكومتريسيان او حدا تاني، هن بيكتشفوا هالشي اكيد من خلال المعلمات انه هيدا الولد ممكن يكون عنده مشكلة، وساعتها بيحولون لعندكم، هالاهل بيروحوا بيتصلوا فيكم بيقولوا لكم انه عندنا مشكلة مع هالولد. تمام، هلا هيك مفروض. نعم. بس يعني ما كل المدارس عندهم، فينا نقول نحن مش سوشيال وركر، فينا نقول كونسلر، نعم يعني مرشد تربوي. مرشد، والمرشد هو اللي المفروض يكون دارس ارشاد وتوجيه او ارشاد تربوي. انفورشنتلي نحن بلبنان بلشنا البرنامج، كان الدكتوره امال شعراني بالجامعه اللبنانيه بلشته اول ما رجعت انا على لبنان، وعملنا برنامج ماجستير بالجامعه اللبنانيه واستمر لفتره وبعدين وقف، رجع بعدين بلش، بعدين بعد كذا سنة بلش بس على بشكل كتير خجول. الجامعات التانية في عندهم شيء كمان بلشوا ورجعوا وقفوا. هو المرشد التربوي كتير ضروري أن يكون بكل مدرسة، ولسوء الحظ فينا نقول 5% من المدارس بلبنان عندهم هالشخص اللي هو مؤهل يشتغل مع هيدا الأولاد. بالعكس بيكون كتير منيح. يعني ليش نحن عملنا هيدا البرنامج؟ لانه في فراغ كبير بالمدارس بهيدا الدومين. نعم. بهيدا المجال، بقى هالتلميذ لما يكون ضايع وما يكون عم يسقط على طول، عم بيعيد صفه وفشل مدرسي اللي بيؤدي لتاخر مدرسي، نحن بجمعيتنا ارتقينا انه ضروري موضوع التشخيص كثير ضروري، والتقويم التربوي. نعم. ضروري بشكل انه كيف بدنا نحط برنامج اذا ما عاملين تقويم تربوي مزبوط. أكيد. هلا في اختبارات تانية ريتا. نعم. عالمية موجودة بلبنان عم يستخدموها الناس اللي هن فينا نقول عنهم سايكومتريشنز او كونسلرز، يعني على المجال النفسي اكثر من التربوي بيستخدموهم، بس اختبارات منا مقننة على البيئة اللبنانية. نعم. يعني بنقول لها نحن اختبارات اسقاطية، يعني بروجكتد، يعني انه بيجيبوه من برا وبيستعملوه على لبنان بدون ما يكون في دراسة انه هيدا ممكن لبنان. مقنن على لبنان. نعم. نحن هيدا الاختبار كمان عاملين نسخة منه للبنان وبلاد البلاد الشام. نعم. ونسخة تانية للسعودية ولبلاد الخليج. حلو. دول الخليج بقى في عنا نسختين، وهلأ كمان من كم من شي سنة تقريبا صار عنا ديجيتال بلاتفورم على الاختبارات. هيدي نفس الاختبارات موجودة بشكل على منصة إلكترونية. نعم. ممكن يستخدمها الفاحص والتلميذ مع بعض. حلو. دكتورة هدى، شو هن أهداف بطارية الاختبارات النمائية؟ شو الأهداف تبعها؟ الأهداف مثل ما قلت أنا قبل شوي، أنه نسلط الضوء على مشكلة الولد اللي عم بيعاني بالمدرسة، ممكن عم بيعاني بتحصيله المدرسي بالنسبة لعلاماته وإنفاق. نعم. أو سلوكيات مش مقبولة بعمر مثل ما قلت لك بين 4 و 14 سنة. وهذا الشيء اللي بيميز هذا الاختبار عن غيره من الاختبارات البطارية اللي هي فيها 17 اختبار. نعم. ونحن أكيد مش نحن نعطيهم كلهم، يعني في دورة تدريبية من الجأنا، نحن كل شهر نعمل دورة. نعم. وبيجون عنا يعني أشخاص مندربون بيكونوا مهتمين بالمجال التربوي، وصار عنا 250 شخص مؤهل مدرب ومرخص انه يقوم ويطبق الاختبار على تلاميذه على اولاده. إيه هدول اللي نحن كل شهر عنا اياه. نعم. في شق نظري وفي شق تطبيقي. تطبيقي. واهدافنا هدفنا مساعده المعلم انه يتوجه لكل التلاميذ وينقل المعلومه لكل التلاميذ بغض النظر عن قدراتهم. نعم. يعني الولد اللي هن عنده مشكله بدنا نعطيه وقت اكثر، والوقت الولد اللي هو عارف المعلومة ما بنعطيه نفس المعلومة، بنعطيه معلومة أعلى من الصف اللي أعلى. نعم. برنامج إثرائي أو projects أو stories أو شيء بيعمل presentations بصير قريش اسمه له، هو بصير يعرف المتدرب المعلم المتدرب اللي عم بيتدرب عنا شو هن الاختبارات اللي بيلقطوا، يعني مفروض ياخدهم. مثلا اختبار الديسلكسيا العسرة
انا ما راح اعطيه لولد متفوق، نعم راح اعطيه لولد ما بيقدر يقرا لانه عنده صحيح. مشكله بالقراءه، او ديسكالكوليا الاختبار تبعه موجود، هو مؤشرات موجوده، ما راح اعطيه لواحد شاطر كثير بالماث وعنده في بروبلم بيكون بادائه بالمجال الحساب والرياضيات. دكتورة هدى، هيدا الاختبار عادة كل تلميذ بده يقطعه، عاملين سيستم انتو مثلا قطع نيميرو 1 خلص هيدي المرحلة بيرجع على المرحلة اللي بعدها، خلصها بيرجع على المرحلة اللي بعدها، ولا ما في هيك سيستم؟ لا، في عندي في كيه، لانه في عندنا 3 محاور نحن نعم بالاختبار. في عندنا محور القدرات العقليه اللي هي بنقول له نحن قدرات وجهوزيه والادراكات، بيجي له علاقه بالاي كيو. تاني موضوع مهم هو الصحه النفسيه، لانه ندخل هون على سلوكياته للولد وكيف هو عنده سايكولوجيكال هيلث او الصحه النفسيه صحة عنده نفسية. اياها. هون بندخل بالمجال الارشاد اللي هو اختصاصي انا. نعم المحور الثالث اللي هو التحصيل المدرسي. التحصيل المدرسي اللي هو كله جريدد، يعني بنقول نحن ديفلوبمنتال لانه نمائي. ليش اسمه نمائي؟ لانه بنبلش نحن في من ديفلوبمون. ايه، لانه من الهين للصعب، نعم من ايزي تو ديفيكلت. نعم اذا عمل اول ابتدائي وعمل منيح بالاول ابتدائي بننتقل للثاني على حسب عمره، نعم وكله في اختبارات لفوق ال7 سنين اللي بنعطيه، في اختبارات ما لازم نعطيها تحت ال7 مثل الديسلكسيا مثلا، نعم المؤشرات، لان كل الاولاد تحت ال7 عندهم بروبلم هو بالعسره، بنقول له نحن بالعربي عسره، عسرة عسره بالقراءه، او كمان عنده بروبلم باللاتيراليتي يمين شمال، نعم فهالقصص ايه. دكتورة هدى، إذا اهلا. اليوم في أشخاص عم بيشوفونا وعندهم أولاد عندهم هالمشاكل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، كيف فيهم يتواصلوا معك؟ وهل كل الكورات اللي عم يتاخدوا أو هالبرنامج اللي عم تعطوه عم بيكون أونلاين، ولا لازم يكون حضور التلميذ، لازم يكون موجود حضوريا؟ كيف بيتواصلوا معك؟ لا، هيدا الموضوع بده ياخذ individual assessment، نعم يعني نحن بنعمل الاختبار وجها لوجه نعم للولد، اكيد بده يكتب، بده بدكم يعمل تشوفوه. ادائي، نعم يعني في اختبار بنقول نحن performance نعم ادائي، وبعدين في interview، في اخذه عطا. ما تنسي انه ولد بين 4 و14 يعني صغير بعده، صغير اختي أكيد. يعني 14 بيكون اذا بده يعمل الاختبار ما بيكون gifted، بيكون عنده بروبلم، يمكن يكون مستواه سكند او ثيرد جريد، صح بعده بالتعليم الاساسي، هو مسجل بيكون سادس مثلا او سابع، بس هو لما نعمل الاختبار ببين اقل. هلا هن شو هدفنا نحن؟ انه نرجع الولد لوين؟ على صفه وعلى على مدرسته. صفه على على مدرسته، مدرسته ويكون عنده نعطي نتائج ملموسة بالمدرسة وتحسن. تمام. هلا في مدارس عندهم ياه الاختبار صار، نعم عندنا شيء 200 مثل ما قلت لك 250 شخص، في منهم اكثريتهم موجودين بمؤسسات تربويه، فيهم يعملوا الاختبار هذا. نعم واذا بحال بدهم يجوا لعنا نحن كل يوم جمعه عندنا اختبار من بدهم يتصلوا فينا وياخذوا موعد، أكيد وبيجوا يوم الجمعة عنا إياه كل النهار على حسب مواعيد. نعم وعنا ناس بيقدروا يعملوا الاختبار بقلب الجمعية، لأنه جمعية عاملين حساب يعني أسعار مخفضة، وهي هدفنا نحن كجمعية، مش عاملينه للربح، عاملينه لأنه نخدم لمساعدة، مجتمعنا. أكيد مجتمعنا، مجتمعنا لأنه كل الأولاد الصغار هن المجتمع الصاعد، والمجتمع أكيد اللي راح يكون بالمستقبل. أكيد. أكيد مثل ما عم نشوف دكتورة هدى، هيدا الكتاب يلي بيحكي عن كل شيء، بدي منك تعطينا هيك أرقام التليفونات تبع اكيد حضرتك. كمان معلي، هيدا دليل المعلم او نعم الفاحص، بس فيه هي حقيبه كبيره. كبيرة ومثل ما قلت لك صار في عندنا نحن المنصه نعم الالكترونيه فينا كمان يستخدموها. هلا رقمها في مشان الموعد 71 7380 059، نعم ممكن يتصلوا ياخذوا موعد او يزوروا الفيسبوك تبع تاهيل. تأهيل تاهيل الى فيسبوك بيج، ايه على طول نحن شو في عنا اكتيفيتيز، يعني شو بتحطوها في على نشاطات بنحطها جميع عليها. مواقع التواصل ايوه الاجتماعي أكيد. تاهيل اللي هي بتنكتب بالانجليزي تي دبل اي نعم اتش دبل اي ال نعم فيسبوك. يعني دكتورة هدى حسيني البيبي، مؤسسة الجمعية اللبنانية للتأهيل والتنمية، أنا بدي أشكرك باسمي وباسم مريم تي في،
وهون بيتك التاني، ونحن معودين عليك بكل القدرات اللي حضرتك بتقدميها للمجتمع وخاصة للأطفال اللي هن مستقبل البلد. يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله دايما هيك بتزودينا بالنشاطات وبهالمعلومات القيمة اللي حضرتك دايما بتزودينا فيها. شكرا ريتا وشكرا تيلي لوميير. لمريم تي في، مريم تي في. أهلا وسهلا فيك اوكي دكتورة هدى. تمام. مشاهدينا موعدنا مكفي معكم، رح نتوقف مع بريك صغير وانطرونا راجعين.